للمزيد ينضم إلينا أبو الحسن مراسل شبكة شام الإخبارية من اللاذقية. أهلا بك أبو الحسن. إذا الثوار يستهدفون مواقع للنظام في اللاذقية بالإضافة إلى بعض البلدات والقرى الموالية في الريف، وذلك ردا على المجازر التي ترتكبها قوات النظام في دوما. بداية، ما حصيلة هذا الاستهداف وماذا أسفر؟ طبعا الاستهداف تم من قبل الجبهه الفلسطينية. الشخص المربع الامني في اللاذقية وقع صديق برق الراحة ردا على مجازر دوما. وقع عدد من القتلى في صفوف قوات النظام، لكن الحدث الابرز هو الرد القاسي لهذه قوات النظام وطائراته. شنت طائرة حربية بالرافيل الفرنسي على بلدة الناجية، وقع على اثرها الى الان 10 شهداء معظمهم نساء واطفال، والاعداد كبيرة من الجرحى تحت الانقاض. والدفاع المدني تقوم بشل جرح والقتلى من تحت الانقاض. دمار كبير حصل في هذه القريه، طبعا القريه هي قريه مدنيه تعتبر اكبر تجمع سكان منطقه جبل الاكراد وسوق شعبي للقرى المحيطه. قام النظام يعني برد فورا باطلاق هذه الصواريخ بالقصف هذه القريه واوقاع اعداد كبيره يعني من القتلى. يعني الان في الكوارث والمساجد. نعم، أعتذر منك أبو الحسن مراسل شبكة شام الإخبارية من اللاذقية، أعتذر منك عن رداءة الصوت من المصدر.